السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. محمود الليسي عامل حاجة بصراحة جميلة عجبتني النهاردة، كتب بوست جميل عن صلاة الفجر على حساب الشخص على فيسبوك، بيقول: صلاة الفجر، قرآن الفجر، نسمات الفجر، دعاء الفجر، لذة لا يدركها إلا قلب أحبه الله وأحب لقاء الله، اللهم اجعل من أهل الفجر، اللهم أمين. طبعا في ناس للأسف بتشوف الحاجات دي على إنها بقى ناس بتتصنع وناس مش عارف إيه، وهم بيعملوا كده للشو. مش شو يا جماعة، يعني إحنا ليه ما بننشرش الإيجابيات؟ إحنا ليه دخلنا جوه قلوب الناس؟ يعني ليه دخلنا جوه قلب الراجل؟ وبعدين إحنا ليه بس بننشر للليسي وهو مع الرقصات والرقصين؟ طب ما نشوف حاجة زي كده ليه ما ننشرهاش للناس؟ ممكن يكون ده سبب إن حد من متابعيه تأثر بالموضوع ده مثلا، يعني ليه ما نعملش ده؟ ولا إحنا بس فالحين إن إحنا دايما نصدر العري والرقص والهقص والكلام الفاضي والمخدرات والحشيش والحاجات دي، ولا هي بقت عملة نادرة اصلا فكرة ان الناس اصلا تتكلم على الصلاة والالتزام والحجاب؟ ما احنا شايفين الموضة اللي بقت سايرة دلوقتي، الناس بتقلع وتفرح. فيا جماعة لا، يعني ما نلاقي حاجة زي كده اتمنى ان الناس تشجعها، مش بس الناس تتريق عليها او حتى تتجاهلها. لا، انا شايف حاجة زي كده لازم كلنا ندعمها، كلنا نصدرها زي ما بنصدر الوحش. ليه ما نصدرش الحلو يا جماعة؟ يعني احنا ليه متعودين دايما نصدر الحاجة القذرة، الحاجة الوحشة، الحاجة السيئة، حتى لو هننتقدها؟ يعني حتى لو انت بتنتقد تصرفات شخص معين فبالتالي انت بتصدر الحاجة الوحشة بتاعته. طب لو عمل حاجة حلوة، طب ليه ما تصدرهاش؟ وسيبك بقى موضوع النفاق والرياء والكلام ده بتاع ربنا وبينه وبين ربنا. فيا ريت حاجات زي كده، يا ريت الناس تحاول تنشرها زي ما بتنشروا الوحش. يا جماعه انشروا الحلو وانشروا الايجابيات، خلي المجتمع يبص للامور او يبص للناس دي بشكل كويس، مش لازم كلها تبقى نظرات سوداويه. فربنا يبارك لك محمود يا ليسي ويجزيك خير، ويا ربنا طبعا يهدي الناس كلها. سلام.